لك نحن كنا محاصرين حمضية القسطلة الجنوبي، طلعنا عن طريق القصف من قاد من العقربات على العزيب، ظلينا شهرين محاصرين قاد، وجينا على ريف أدلب الجنوبي على أساس الوضع أحسن من قاد، ووضعنا تعبان. طلعنا احنا بعد منك الله وكيك، ما عندنا شيء، لا خيام لا حرامات لا سفنجات لا أي شيء، نأواب وهنا ودعنا عن بردور تراب طلعين، والشتاء جانا المطر علينا، ولنا خيام ولنا شيء نطلب من الطيبين ان يجيبنا خيام تدفئة اي شيء، يعني وضع تعبان خالص. احنا هنا مخيم اهل بهون حطينا جدرية على النار صوروا. يعني وضعنا بالمرة حصلكم حج راسي والله صار لنا هنا 3 أشهر مخيم الهلبة مخيم الهلبة 3 أشهر شلون المنظمات ما تجيكم؟ والله تجينا منظمات تصورنا وتسجل وتروح، وكل اليوم مباشر اليوم مباشر، ولا الحزين شوفت عينك، يعني لو مو هتراب هذا بلاش، عمرنا هالدور وتعاوننا ودحج عنا حرامات، دعنا غطافها حطيناها على البوب، ما عندنا شيء يعني، ولابو شغل نشتغل ولابو، يعني والله أنا عندي 18 نفس ضناي وضنا ضرتي وياي كله قايم تبو، ويعني أركض ألقط دعد أعلج جياس نايل وغناني من المزابل دعد أجيب الله يعزك وشواحيط نايل وأعلج وأسخن مية وأطبخ مشان